نشرة الأخبار من بيروت اليوم، أهلا وسهلا بكم. إليكم أبرز العناوين. موسكو تبدي قلقها الشديد حيال الغارة الإسرائيلية على سوريا، وحزب الله يرى أن الاعتداء يكشف خلفيات ما يجري في سوريا منذ سنتين. صحيفة الوطن السعودية تنقل عن المعارضة السورية أن حزب الله نقل كميات أسلحة كيماوية من سوريا إلى لبنان بإشراف ضباط سوريين. غارات عنيفة على ريف دمشق، والإبراهيمي يؤكد أن لا حل للأزمة السورية إلا من داخل مجلس الأمن. جعجع، البحث في قانون جديد للانتخاب داخل مراحله الأخيرة، وستمر 10 انتخابات والرابع عشر من آذار مكملة. كوريا الجنوبية تحذر جارتها الشمالية من عواقب خطرة في حال قيامها بتجربة نووية. في وقت تشتد فيها وطأة المعارك في سوريا بين القوات النظامية ومعارضيها، خطفت الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الأراضي السورية في الساعات الأخيرة الأضواء في ظل غموض يكتنف الأهداف التي أغارت عليها المقاتلات الإسرائيلية. وفيما أبدت موسكو قلقها الشديد حيال الغارة، رأى حزب الله أن الاعتداء يكشف خلفيات ما يجري في سوريا منذ سنتين. تزامنا، نقلت صحيفة الوطن السعودية عن المعارضة السورية أن حزب الله نقل كميات أسلحة كيميائية من سوريا إلى لبنان بإشراف ضابط وضباط سوريين كبار. في غضون ذلك، دعا مجلس حقوق الإنسان إسرائيل إلى إخلاء كافة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية وأخراج المستوطنين تدريجيا، الأمر الذي اعتبرته تل أبيب معيقا لجهود السلام. ونبدأ من ردود الفعل على الغارة الإسرائيلية. استهداف إسرائيل المباشر العمق السوري ينقل التوتر الإقليمي إلى حافة الانفجار، وخصوصا أنه التدخل الأول المباشر لإسرائيل في الأزمة السورية منذ اندلاعها. دمشق أقرت باستهداف أحد مراكز البحث العلمي المسؤول عن رفع مستوى المقاومة والدفاع عن النفس والواقع في منطقة جمرية في ريف دمشق، ما أدى إلى مقتل شخصين وجرح 5. ويفيد المعارضون بأن هذا المركز كان شديد الحراسة. الغارة الإسرائيلية استهدفت سوريا بعد أيام قليلة من تصريح علي أكبر ولاية مساعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، عندما قال إن إيران ستعتبر أي هجوم على سوريا هجوما عليها لأنها جزء من محور المعارضة للنفوذ الإسرائيلي والغربي في الشرق الأوسط. حزب الله من جهته دان الغارة الإسرائيلية التي تكشف خلفيات ما يجري في سوريا منذ سنتين، واعتبر في بيان أن الهدف من هذا العدوان إسقاط دور سوريا المحوري في خط المقاومة والممانعة. أما روسيا فأعربت عن قلقها الشديد وأكدت أن هذه الغارات غير مقبولة، معلنة عن تدابير عاجلة لاستيضاح هذا الوضع في أدق تفاصيله. وفيما يكثر الحديث عن خطر الأسلحة الكيميائية، نفت دمشق خبر تعرض قافلة للاستهداف كانت في طريقها إلى لبنان، على الرغم من أن وكالات الأنباء العالمية كانت أكدت هذا الخبر نقلا عن مصادرها. وعلمت صحيفة الوطن السعودية من مصادر مطلعة في المعارضة السورية أن قيادة النظام السوري منحت حزب الله كميات من هذه الأسلحة. ولفتت المصادر إلى أنها رصدت منذ مطلع العام الماضي منح النظام السوري حزب الله نحو 2 طن من غاز الخردل، إضافة إلى صواريخ يصل مداها إلى قرابة 300 كيلومتر وقادرة على حمل رؤوس كيميائية. أمام هذه التطورات الخطرة في المنطقة، يبقى التساؤل: هل سترد دمشق وحلفاؤها على الاعتداء الإسرائيلي الأخير، أم أن سيناريو دير الزور عام 2007 سيتكرر؟ وللاطلاع على الأجواء الإسرائيلية غداة الغارة ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الزميل مجدي الحلبي. إذا مجدي، هل من ردود فعل في الداخل الإسرائيلي، خصوصا أنها تزامنت أي الغارة مع الانتخابات؟ نعم، ردود الفعل الإسرائيلية هي ردود فعل يمكن القول الصمت الرسمي والحديث من قبل ضباط أو قياديين سابقين في أجهزة الأمن الإسرائيلية. الصحافة الإسرائيلية تبحث الموضوع منذ ظهر الأمس حتى هذه اللحظة، ولكن إسرائيل الرسمية تصمت وأوعزت لكل وسائل الإعلام عدم
ارتباط اي مسؤول اسرائيلي يحمل صفه رسميه في هذا الاوان. طبعا كما ذكرت هناك انتخابات في اسرائيل اليوم، رئيس الدوله استمع الى معظم الاحزاب الاسرائيليه والتي اوصت بان يكون نتنياهو رئيس حكومه وان يشكل حكومه، وهذه الغاره جاءت في خضم هذه النقاشات السياسيه داخل اسرائيل. من جهه اخرى هناك اجماع اسرائيلي لدى كل الاحزاب على ضروره ان تكون اسرائيل قادره على فعل اي شيء يضمن امنها على حد قول الاحزاب الاسرائيليه. من جهه اخرى هناك اجماع اسرائيلي على ان سوريا لن ترد، حزب الله لن يرد، وايران لن ترد على مثل هذه الضربه التي نفذتها اسرائيل حسب النشر المكثف في اليومين الاخرين. من جهه اخرى تتضارب الانباء عن الهدف الذي ضرب، هناك من يقول انه موقع بحوث عسكري، وهناك من يقول انها شحنه صواريخ S-4 SA-7، وهي صواريخ مضاده للطائرات يمكن ان تكسر التوازن بين اسرائيل وحزب الله اذا نقلت الى لبنان. اسرائيل تحدثت عن خط احمر، وهذا الموقع معروف لاسرائيل منذ فتره طويله، لذلك يعني من الصعب الحديث عن ضرب هذا الموقع من اجل ضربه لولا لم يكن هناك اي نقل لسلاح معين يمكن ان يضرب التوازن. لما قامت اسرائيل بهذه الضربه يقول الخبراء الاسرائيليون وقادت الاجهزه الامنيه السابقين في اسرائيل، ولكن من جهه اخرى اسرائيل الرسميه تلتزم الصمت، لا يوجد اي مسؤول اسرائيلي يريد ان يجيب على اي سؤال يتعلق بهذه الضربه ويكتفي بالقول. هناك نشر في هذا الموضوع وانا سمعت عن هذا الموضوع من الصحافه، هذا هو جواب كل مسؤول اسرائيلي في هذه اللحظه. من جهه اخرى كما ذكرنا اجماع لدى كل الاحزاب على ضروره ان تقوم اسرائيل بالدفاع عن نفسها وعدم جعل سوريا وحزب الله او ايران تخطي الخطوط الحمراء الاسرائيليه، اي اسلحه يمكن ان تخلل التوازن بين اسرائيل وحزب الله من جهه، وبين اسرائيل وسوريا في هذه المرحله من جهه. شكرا للزميل مجدي الحلبي. ولإجراء قراءة تحليلية للغارة وتداعياتها ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد إلياس حنا. أهلا بك إلى نشرة أخبار بيروت اليوم. كيف تقرأ هذه الغارة في ظل الصمت الإسرائيلي وفي تزامن التي أتت تزامنا مع الانتخابات داخل إسرائيل؟ تفضل. إنها ثاني غارة بعد العام 2007. بال2007 لم تكن سوريا بحالة اليوم، لم ترد بال2007، اليوم أنا أعتقد أنها لن ترد لأنه الجيش السوري منشغل. الانتخابات الإسرائيلية في الداخل بالعناوين الأساسية كانت انتخابات اجتماعية اقتصادية سياسية داخلية بحتة، ولكن هذا الأمر لا يمنع من أن يكون لها تداعيات على المنطقة خاصة في موضوع الأمن القومي. اليوم بالنسبة لإسرائيل ما يسمى سلاح الجيم تشينجر، يعني ما يغير قواعد اللعبة، هي أربعة تقريبا: صواريخ سكود البعيدة المدى ذات رأس حربي كبير جدا يمكن تجهيزها بأسلحة كيميائية، اثنين الأسلحة المضادة للدروع، ثلاثة الأسلحة المضادة للطائرات، ثلاثة الأسلحة المضادة للدروع المتقدمة، وأخيرا وليس آخرا الأسلحة التي بر بحر، وهذا ما شاهدناه في العام 2006. قد يبدو انه هناك شيء، المعلومات اليوم عن الغاره لا نعرف اذا كانت موكب، وانا اشك ان تكون موكب، يعني لانه اليوم اس اي 17 كما قالوا انه الاسلحه او الصواريخ المضاده للطائرات هذه ليس بحاجه لها حزب الله، واذا اراد حزب الله سلاح مضاد للطيران يطلق عن الكتف فطريقه تهريبه الى لبنان قد تكون ليس عبر كونفوا او عبر قافله طويله المدى. انا اعتقد اليوم في ظل الواقع العالمي مقابله الرئيس اوباما منذ فتره للريببليك انه نحن لن نتدخل، بانيتا يقول سلمنا الامر الى الاردن والى تركيا ولم يقول اسرائيل، اليوم الدول المحيطه بسوريا هي الدول المكلفه بهذا الموضوع. انا اعتقد حصل ما حصل، هذه الضربه هي الريد لاين، هي المارك التي تقول إسرائيل ممنوع ممنوع ممنوع، ومنذ ذلك الوقت
لا أحد يعرف ما قد يحصل في المنطقة. جنرال، يعني من يومين كنا تابعنا أيضا أنه إسرائيل نشرت بعض الصواريخ ضمن منظومة القبة الحديدية يعني على الحدود المتاخمة لسوريا، واليوم إذا فينا نعتبر هذا إنذار إجا بالأمس، هل دخلنا بمرحلة ما قبل وما بعد بتعاطي الإسرائيلي مع الأزمة السورية؟ ماجد، في ثلاث شغلات شفناهم. أنت حكيت عن مؤشر واحد، في مؤشر قبل هذا الأمر، لأن رئيس الاستخبارات العسكرية كان في واشنطن، مستشار الأمن القومي كان في روسيا، تم نشر القبة الحديدية أو بطاريتين شمالي حيفا. هذه الأمور تدل أن هناك شيئا قد يحصل في مرحلة من المراحل. أنا أقول أنه الأمر ترك للاعبين الإقليميين، وهذا أمر قد يؤدي إلى خطأ في الحسابات miscalculation، وقد يؤدي إلى تداعيات، مع اعتقادي الكامل أنه لن يكون هناك رد فعل أساسي كامل بالمعنى التقليدي ضد إسرائيل. نعم جنرال بالسياسة، سؤال أخيرا، كيف قرأت موقف حزب الله من هذا الموضوع الذي قال أنه هذا يفسر ما يحصل في سوريا من سنتين؟ يعني نرجع لمفهوم المؤامرة. الرئيس الأسد قال هناك مؤامرة، تدخل إسرائيل قد يضر بالمعارضة، وهذا أمر هدفه الأساسي كما قلنا بمراحل يعني بلقاءات سابقة، أنه هذا الأمر يضر بمحور المقاومة، وهذا أمر قد يضر بحزب الله. والهم والمهم ماجد أنه الغارة صارت داخل سوريا وليس داخل لبنان، فقط لعزل سوريا أو لعزل حزب الله عن التدخل بما يجري في سوريا. الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد الياس حنا، شكرا جزيلا لك. دان رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان الغارة الإسرائيلية على هدف داخل الأراضي السورية، واعتبر أمام زواره أن إسرائيل تستغل الأوضاع في سوريا لتنفذ سياستها العدوانية غير آبهة بالمواثيق والأعراف الدولية. موضوع الغارة الإسرائيلية شكل مدار بحث بين رئيس الجمهورية والسفيرة الأمريكية مارا كونلي، كما تطرق النقاش إلى برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية للجيش. اعتبر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أن الغارة الإسرائيلية هي تطور خطر ومدان ومرفوض، لأنه من غير المقبول أن يتم الاعتداء على أي أرض عربية من قبل إسرائيل. اشتباكات في جنوب دمشق، والائتلاف المعارض يلتقي في القاهرة غداة مواقف لافتة للخطيب. لم تلقى كلمة رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد معاذ الخطيب صدى إيجابيا لدى الأوساط المعارضة. هو الذي أعلن استعدادا مشروطا لمحاورة النظام بشرط إطلاق 160 ألف معتقل وتمديد أو تجديد جوازات السفر للسوريين الموجودين في الخارج. هذا الاقتراح أكده سفير المعارضة السورية في فرنسا مقابل معارضة من مختلف أطراف المعارضة. رئيس المجلس الوطني السوري جورج صبرا الذي لم يكن ينوي المشاركة في اجتماع الائتلاف في القاهرة غادر باريس إلى العاصمة المصرية للمشاركة في الاجتماع بعد تسجيل رفضه موقف الخطيب، حيث إنه يتعارض مع مبادئ الائتلاف الرافضة لأي حوار مع النظام السوري. في غضون ذلك نقلت صحيفة الحياة عن مبادرة للمبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي من 6 عناصر قدمها إلى الدول 5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وتمنى أن تكون موجودة في أي قرار يصدر عن المجلس. وبعدما ثبت للإبراهيمي أن وقف إطلاق النار غير قابل للصمود إن كان العنصر الوحيد المطروح، أبقى الطرح خارج المبادرة التي طرح فيها مبدأ سلامة الأراضي السورية وكرامة الشعب السوري وتشكيل الهيئة الانتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة وإقرار مبدأ المفاوضات بين الأطراف السورية وإجراء مفاوضات للاتفاق على إطار زمني يؤدي إلى إجراء انتخابات واعتبار جميع السوريين متساوين أمام القانون. تلقت الضفة اللبنانية لمجرى النهر الكبير صباح اليوم وتحديدا إخراج بلدتي النورة وحكر جنين وأطراف بلدة العبودية رشاقات نارية من رشاشات ثقيلة مصدرها الجانب السوري. السفيرة الأمريكية مارا كونلي تلتقي اللاجئين السوريين وتجدد التزام بلادها دعم جهود لبنان لتوفير الحماية والمساعدة لهم.
في زيارة إلى مركز التسجيل في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت، التقت السفيرة الأمريكية مارا كارنيلي عائلات اللاجئين السوريين واطلعت على أوضاعهم وظروفهم القاسية كما وصفتها. واجتمعت كارنيلي بممثلة المفوضية في لبنان نينات كالي. بدأنا نستقبل كل يوم تقريبا 3000 لاجئ وهم بحاجة للمساعدة. هذا الرقم كبير جدا ولا يمكننا تسجيل الجميع بشكل سريع، فقد وصلنا لمرحلة يتسجل فيها حوالي 32,000 لاجئ كل شهر والعدد يرتفع. كارنيلي جددت التزام الولايات المتحدة بلبنان مستقر وسيد ومستقل، أما كالي فقالت بعد اللقاء: أعلن الرئيس باراك أوباما الأخير عن تقديم 155 مليون دولار إضافية من المساعدات الإنسانية لدعم الذين تأثروا من الأزمة في سوريا، يرفع مجموع مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية النزاع في سوريا إلى 365 مليون دولار، منها 51 لدعم جهود المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان. وأشارت كالي إلى استحداث مراكز للتسجيل في مناطق عدة، وذلك مواكبة لأعداد اللاجئين المتزايدة. وكانت السفيرة الأمريكية بحثت في أوضاع المنطقة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي التقى أيضا وفدا من الهيئات الاقتصادية. دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى فصل الاقتصاد عن السياسة وعدم ضرب الاقتصاد الوطني لاستهداف الحكومة، معتبرا أن لبنان لا يزال يحافظ على حد مقبول من الأمن والنمو الاقتصادي رغم الظروف التي تمر بها المنطقة. كلام ميقاتي جاء في خلال لقاء موسع مع الهيئات الاقتصادية في حضور الوزراء الأولى نحاس، فريش سابونجا ومروان خير الدين. من جهتها رفعت الهيئات لميقاتي ورقة عمل تتضمن خطوطا عريضة لمطالبها ورؤية للنهوض من الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، داعية إلى وضع خطة إنقاذية لتحسين الاقتصاد الذي يشهد تراجعا في مسار التنمية. ودولة الرئيس استمع إلى وكان متجاوب بالفعل، وقررنا انه الاجتماعات تتابع يعني بشكل مستمر. هنالك لقاء مع دولته يوم الاثنين المقبل الساعه 5:30 لمتابعه يعني بحث الامور كلياتها. الوضع بلبنان اليوم انا برايي لازم كلنا كل الجهود تتضافر، وخاصه الأطراف السياسية يخففوا من التجاذب الحقيقة والخلافات بالعلن، لأنه هيدي اللي عم بتضر أكثر شيء. وكان ميقاتي استقبل السفيرة الأمريكية مورا كونلي وبحث معها في آخر التطورات وأوضاع المنطقة. ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على الموقوف طاء خاء في جرم التعامل مع المخابرات الإسرائيلية والاجتماع بضباط إسرائيليين داخل إسرائيل وخارجها وأعطائها معلومات عن مراكز ومواقع أمنية منذ العام 2001، ولسيما منزل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مقابل مبالغ مالية. هذا وطلب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لستة لبنانيين دخلوا إلى إسرائيل من دون إذن مسبق واستحصلوا على الجنسية الإسرائيلية. تعرض المواطن عمر حسين فارس 25 عاما لعملية خطف في فنزويلا وفق ما أفاد أقاربه. فارس وهو رجل أعمال من القرعون يملك محلا للإلكترونيات في ولاية بونتوفيو الفنزويلية. بعد الإعلان صحناوي يشن هجوما مضادا. لنعود إلى الأخبار السياسية ولكن بعد الاقتصاد مع موريس. مرحبا جيسيكا. مرحبا. مرحبا ماجد. شو الأخبار اليوم؟ يعني اليوم طبعا الفلسطينيين سلموا الأموال اللي كانت تحجزهم، جزء من الأموال اللي بتحجزهم إسرائيل، عقابا بتعاقبهم على حصولهم على موقع فلسطين دولة مراقب بالأمم المتحدة، وبالتالي حصلوا على جزء صغير من الأموال مساء امبارح. أيضا عنا متابعة نتائج الفيدرالي الأمريكي لاجتماعه اللي كانت صدرت نتائج مساء امبارح وغيرها من الأخبار. تفضل.
شكرا. والبداية لبنانية، حددت وزارة الطاقة والمياه السعر العادي لتعريفات المولدات الكهربائية عن كانون الثاني 2013 عند 400 ليرة عن كل سعة تقنين للمشتركين ب 5 أمبير و 800 ليرة لل 10 أمبير، وهالتعريفة مبنية على أساس سعر وسطي لصحيفة المازوت الأحمر عن 26465 ليرة وبعد احتساب تكاليف المولدات وهوامش أرباح أصحابها. عربيا، بعد لقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل توقع الرئيس محمد مرسي أن يسجل اقتصاد مصر نمو ب 5.5% بال 2014 وما بين 7.8% بالعوام التالية، كما وتوقع خلق 750 ألف وظيفة بمصر سنويا. وكانت أعلنت برلين تقديم معونة تنموية لمصر بقيمة 354 مليون دولار لتأهيل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها من القطاعات. أيضا عربيا، أكدت وزارة المال الفلسطينية تسلم 100 مليون دولار من الأموال الضريبية المستحقة للسلطة الفلسطينية واللي بتحتجزها إسرائيل، ويفترض أنه تحول إسرائيل للسلطة الفلسطينية 125 مليون دولار شهريا من الضرائب اللي بتجنيها لصالح السلطة نتيجة التعاملات التجارية بين أراضي السلطة وإسرائيل، ولكن هالأموال تم تجميدها من قبل السلطات الإسرائيلية كإجراء عقابي بعد حصول فلسطين على مركز دولة مراقب بالأمم المتحدة أواخر تشرين الثاني. أيضا عربيا، وبأول اعتراف له أكد المركز المصري أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي فقد 21 مليار دولار من قيمته من تاريخ بدء ثورة 25 يناير قبل سنتين وحتى اليوم نتيجة قيام المركز بتوفير النقد الأجنبي للحكومة بهدف استيراد المواد الغذائية والبترولية وسداد الديون الخارجية المستحقة، وأيضا خروج المستثمرين الأجانب من الأذون والسندات اللي استحقت على الحكومة. وبحسب الأرقام، انخفض الاحتياطي الأجنبي من 36 مليار دولار بنهاية الأول 2010 أي قبل الثورة ل 15 مليار دولار نهاية 2012. إقليميا، يعتزم بنك مالت الإيراني مقاضاة حكومات الاتحاد الأوروبي للحصول على تعويضات بعد ما قضت محكمة أوروبية بإلغاء العقوبات المفروضة عليه. وبحسب قرار المحكمة، الاتحاد الأوروبي لم يقدم أدلة كافية على أن بنك مالت الإيراني مرتبط ببرنامج إيران النووي واللي كان أدى لفرض عقوبات عليه بتموز 2010، ومما دفع المحكمة مساء امبارح لإلغاء العقوبات المفروضة على هالمصرف الإيراني وهو أكبر البنوك الخاصة بالجمهورية الإسلامية. نبقى بإيران، حيث أعلن جهاز المراقبة مراقبة أمريكي أن أموال أمريكية استخدمت لشراء محروقات إيرانية لصالح القوات الأفغانية بانتهاك واضح للعقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الإسلامية واللي بتفرضها واشنطن على طهران. وبتقرير لوزارتي الدفاع والخارجية، طلبت المفتشية العامة من أجل إعادة إعمار أفغانستان من البنتاغون تعزيز مراقبته على استعمال المال العام الأمريكي. وبتعتمد أفغانستان بشكل كبير بمجال المحروقات خصوصا على روسيا وتركمانستان وإيران، وبحسب بعض التقديرات الجيش الأفغاني بيستورد ثلث أو حتى نص ما بيحتاج من المحروقات من إيران، إشارة إلى أنه واشنطن كانت دفعت بين 2007 و 2012 حوالي 1.1 مليار دولار كمساعدات لاستيراد المحروقات للجيش الأفغاني. أوروبيا، أعلنت وزارة البيئة الفرنسية أن المتاجر والمكاتب بفرنسا رح تطفي الكهرباء خلال الليل لتوفير الطاقة وتقليل التلوث الضوئي، واعتبارا من الأول من تموز رح يفرض على كل المباني غير السكنية إطفاء الأضوية الداخلية بعد مغادرة آخر موظف من هالأبنية، كما ورح يحتم على نوافذ المتاجر وواجهات إطفاء الأضواء بحلول الساعة الواحدة صباحا. هالخطوة رح تسمح بتوفير كمية كبيرة من الكهرباء سنويا بتعادل الاستهلاك السنوي لحوالي 750 ألف منزل بفرنسا. إلى الولايات المتحدة، حيث أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سياسته للتيسير الكمي مع معدل الفائدة دون تغيير عند 4% بعد اجتماع استمر لمدة يومين، ورح يستمر الفيدرالي بشراء 85 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة والسندات المدعومة برهون العقارية دون تحديد إلى متى رح يستمر المصرف بشراء السندات. عالميا، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن لا تزال تتعرض لهجوم من قراصنة صينيين من حوالي 4 أشهر، وذلك بعد نشر تقرير عن ثروات بعض أقارب رئيس الوزراء الصيني وون جي باو وبما فيهم والدته البالغة من العمر 90 سنة بتشرين الماضي تشرين الأول الماضي. وبحسب تقرير نيويورك تايمز، أسرة رئيس الوزراء الصيني المعروف بجذوره المتواضعة وتعاطفه مع المواطن العادي جمعت ثروة هائلة خلال وجودها بالسلطة من العام 1998، وبلغت الثروة حوالي 2.7 مليار دولار.
إلى عالم التكنولوجيا. أخيرا وبعد طول انتظار كشفت ريسيرش إن موشن الكندية عن بلاك بيري 10 رسميا، بوقت أعلنت الشركة الكندية عن تغيير اسمها من ريسيرش إن موشن لشركة بلاك بيري لطي صفحة الماضي وبدء مرحلة جديدة للشركة، وبتعول الشركة على بلاك بيري 10 باستعادة حصتها السوقية المفقودة، بالوقت بلغت فيه حصتها من السوق العالمي 4.7% بال 2012. أيضا بالأخبار المتفرقة العربية اللبنانية، أصبح الشيخ جوعان بن حمد أحد أبناء أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني أول شخص بيشتري أغلى سيارة بالعالم، وهي من طراز ليكن هايبر سبورتس. وبتتميز السيارة اللي بتنتجها شركة دبليو موتورز اللبنانية بالتعاون مع شركات عالمية بأنه أضويتها مرصعة بالألماز وأغطية فرشة مخيطة بالذهب، ورح تبيع بقيمة 3.5 مليون دولار أي ما يعادل 12.41 مليون ريال قطري. وتعد هالسيارة اللي تم كشف النقاب عنها بأول أيام معرض قطر الدولي للسيارات بدوره 13 تعتبر واحدة من بين 7 سيارات فقط موجودة بالعالم وتم تصنيعها هالسنة. ومن ميزات أيضا السيارة محرك بقوة 750 حصان وسرعة انطلاق تبلغ 390 كيلومتر بالساعة. جميلة السيارات. إلى عالم الأسواق طبعا بدين بورصة بيروت اليوم، لأنهت الجلسة على استقرار سلبي بضغط أساسي من أسهم سوليدير أوابي، لأنهت الجلسة دون مستويات 13 دولار. إلى الأجواء والمؤشرات طبعا الخليجية، حيث ساعدت أسهم البنوك مؤشر أبو ظبي لسجل أكبر مكاسب شهرية له بأكثر من 5 سنوات، بينما سجل مؤشر دبي أعلى مستويات ب 37 شهر. وارتفعت أسهم البنوك قبل إعلان بعض عن نتائجها، ولكن أيضا كان بعد ما كان سجل البنك أبو ظبي التجاري ارتفاع ب 32% بأرباحه الفصلية، طبعا أرباحه الصافية الفصلية. الارتفاعات واضحة للمؤشر كان بدبي وأيضا بالسعودية، طبعا المؤشر السعودي اليوم بشتى الدولات لأنه الأسواق السعودية مغلقة لنهاية الأسبوع. ارتفع مؤشر نيكا الياباني لأعلى مستوياته من 33 شهر وسجل أفضل أداء له بكانون الثاني ب 15 سنة مع تحسن المعنويات بفضل مكاسب قطاع البنوك اللي أبطلت تأثير نتائج مخيبة للأمال من شركات قيادية مثل شركة نينتندوز. إلى جولة على المؤشرات الأوروبية اللي استقرت سلبا اليوم بأوروبا طبعا، واللي ما تمكنت من المحافظة على مكاسبها الصباحية اللي كانت سجلتها صباحا ببعض الدعم من قطاع البنوك، وذلك نتيجة بعض العمليات البيع اللي كانت شهدتها المؤشرات الأوروبية، وأيضا بظل نتائج كانت أعلنت عنها الشركات وتعتبر مخيبة للأمال بأوروبا. إلى جولة سريعة على المؤشرات على المعادن والنفط، حيث انتظر نشاهد أمامنا على شاشة أسواق المعادن، حيث وصل الذهب بحلقات عن مستويات 1675 دولار، وطبعا النفط كان عم بيلاقي بعض الضغوط من النتائج اللي كان أعلن عنها الفيدرالي الأمريكي حول إبقاء الفائدة قرب 0.25% وأيضا استمراره بشراء السندات. إلى جولة على أداء النفط اللي عم يسجل مستويات 97 دولار اللي كنا شاهدناه أمامنا على الشاشة، إشارة لأنه النفط كان عم بيلاقي الضغوط من الإعلان عن انكماش الاقتصاد الأمريكي بالربع الرابع من 2012 بأكثر المتوقعات مما كان فاجأ الأسواق، وأيضا بعد بيانات تعتبر سلبية أيضا بالولايات المتحدة حول قطاع النفط، وذلك بعد ارتفاع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع. إلى اليورو اللي عم بيسجل طبعا مستويات عالية تعتبر من الأعلى المستويات له بالخمس أشهر الماضية، وذلك طبعا بنتيجة الإيجابية المسيطرة على القارة الأوروبية، إشارة إلى أن اليورو عم بحافظ على مكاسب عالية ليس لأنه عملة قوية أمام الدولار، ولكن لضعف الدولار بالمرحلة الحالية بظل الأزمات المتراكمة اللي بتشهدها الولايات المتحدة. 1.3559 يورو دولار، وتقريبا هي أعلى مستويات له هاللحظات من الجلسة. لهم وصلنا نهاية الاقتصاد، نعود لكم لمتابعة النشر. مرسي موريس. شكرا موريس. زار وفد من القوى المستقلة بكركي، حيث التقى البطريرك الراعي وبحث معه في شؤون انتخابية. النائب بطرس حرب أكد بعد اللقاء ضرورة السعي إلى صيغة انتخابية يوافق عليها جميع الأفرقاء لما يؤمن صحة التمثيل النيابي لا سيما المسيحي، بحيث تكون المناصفة حقيقية والمحافظة على صيغة العيش المشترك. كما اعتبر حرب أن أي محاولة لفرض صيغة معينة من أي فريق سياسي هي محاولة لضرب الانتخابات النيابية وإطالة عمر الحكومة. أعرب رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع عن امتنانه لأن البحث في قانون جديد للانتخاب دخل مراحله الأخيرة، مشيرا إلى أنه لا يمكن التوصل إلى قانون جديد في غياب مكون رئيسي بحجم تيار المستقبل.
وفي هذا الإطار حي جعجع في حديث إلى صحيفة النهار الجهود التي يبذلها الرئيس سعد الحريري في كل الاتجاهات تسهيلا للرسو على قانون جديد يوفر صحة التمثيل. وشدد جعجع على أن التباين في وجهات النظر بين الحلفاء لا يعني وجود مشكلة جوهرية، مشيرا إلى أن كل موضوع قانون الانتخاب سينتهي قريبا وستمر 10 انتخابات والرابع عشر من أذار كمل كما قال. في باريس التقى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في قصر الإليزي رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل وجرى البحث في مختلف التطورات في لبنان والمنطقة. وأكد الجميل بعد اللقاء أنه فوجئ باطلاع أولاند على تفاصيل ما يجري من نقاش حول قانون الانتخاب، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي أكد أن هذه المسألة داخلية وتحل بين الفرقاء اللبنانيين. الرئيس الفرنسي بالطبع يشجع هذا الحوار، ونحن هو وأنا على توافق تام على هذا الموضوع، وإنني أسعى لدفع مسيرة الحوار بأي شكل كان، طالما أن الحوار عبد معطل في وقت الحاضر هناك أطر أخرى لدعم لمعاودة هذا الحوار، أكان على أساس شكل ثنائي أو ثلاثي أو أكثر، إنما هذا الحوار هو ضروري لأنه لا مخرج في النهاية من بعضنا البعض إلا من خلال الحوار. لذلك كان الرئيس الفرنسي مشجع جدا للتواصل بين اللبنانيين، وكذلك أمر تبحثنا ببعض الأفكار التي تساهم في هذا الإطار. رد وزير اتصالات قورة السحناوي على اتهام النائب غاز يوسف له بتلزيم الشركة الصينية هواوي بالتراضي تركيب 300 هوائي للاتصالات وأطلاق البنية التحتية للجيل الرابع بكلفة 85 مليون دولار. واعتبر السحناوي أن يوسف خسر كل مصداقيته وهو منذ سنة ونصف يطلق اتهاماته جزافا. يا ريت في محاسبة، بس هن مكموشين بالجغب المشهود، سرقات موصوفة وموثقة. رح نبلش بسوليدير، 22 مليار دولار سوليدير، عملنا الحسابات كل الليل امبارح. الموازنة 11 مليار اللي بعدنا ناطرين يشرحوا كيف صرفون، 11 مليار دولار و22 مليار دولار، وسوكلين 60 مليون سنويا، فرق سعر بين السعر الحقيقي والسعر اللي العقد معمول اللي موجود بالعقد. من ال 96 بيطلعوا مليار دولار. المليار دولار اللي سرقون بالوزارة الاتصالات واللي في دعوة أمام القضاء مقدمها الوزير باسيل، فنحن نقبل المحاسبة تتم على وقتنا، ما في مشكلة، نحن شفافين، نحن ما مخايفين من شيء، ومش لأنه هن سرقوا 35 مليار دولار نحن لح نتطاول على دولار واحد، لأنه لا أخلاقنا بتسمح لنا نعمل هيك، ولا تربيتنا ولا ثقافتنا هالثقافة. نحن عنا معلومات عن تداولات صارت بطيار المستقبل، انه كل جمعتين ثلاثة لازم تطلعوا بملف صح غلط ما بهم، المهم تشوهوا صورة هذا المرشح بالاشرفية وهذا الطيار اللي بينتمي لقلو، وبطلب منكم يعني ما تتضللوا بالأغام اللي عم بيقولوا. هلأ في القضاء وديوان المحاسبة استلم الموضوع ونحن كتير مبسوطين من هذا الشيء، ولح يطلع التقرير تبعه ونحن يعني ما عندنا شيء نخبيه فكتير مرتاحين، بس يطلع أنا لح أعمل دعوة افتراء على النائب غازي يوسف، وهون بدنا نشوف مجلس النواب شو بده يعمل، لأنه في عنده حصانة ومنتمنى من مجلس النواب يسقط له حصانته، لأنه السيد غازي يوسف ما بيقدر يتطاول على كرامات الناس، على كرامتي أنا وعلى كرامة كل العاملين بهذا القطاع وكل اللي موجودين بتسلسل القرار بالنسبة للاستثمارات، ما بيقدر يتطاول عليهم وما يتحاسب، وأنا بدي حاسبه وبدي حطه بالحبس إن شاء الله. في الخاص النقل البحري شريان لبناني التجاري، فهل تطور الحكومة هذا القطاع كي تتمكن من المنافسة؟ عادت الحكومة اللبنانية تولي النقل البحري اهتماما خاصا بالنظر إلى دوره الأساسي في تعزيز الدورة الاقتصادية وزيادة حجم التجارة البينية مع الدول العربية،
وقد طورت وزارة الأشغال في السنوات الأخيرة قطاع النقل البحري ليتلائم مع موقع لبنان المميز على الخريطة الدولية، بحيث يعود همزة الوصل بين الشرق والغرب. غلف تينر هي الشركة التي رست عليها مناقصة البي او تي لتطوير مرفأ طرابلس. متى ستنجز العمل؟ وهل ستضعف المنافسة بين المرافئ اللبنانية قوة الجذب التجاري أم أن تنويع الخدمات سيقويها؟ المرحلة الأولى هي مرحلة البنى التحتية، تقريبا انتهيت، خلال أيام إن شاء الله نعلن عنها ونتابع هذا الأمر مع الشركة الجديدة. ممكن أن يكون مرفأ طرابلس ومرفأ بيروت، ويتم التطوير في المرفأين ويكون التنافس في إطار التكامل. المرفأ في بيروت يعمل يعني زيادة فرص عمل، مرفأ في طرابلس يعمل يعني زيادة استثمارات وزيادة فرص عمل، وكلما نفذ مشروع من هذا النوع أو تحققت خطوة متقدمة في هذا الاتجاه يستفيد أبناء المناطق. لماذا مرفأ جوني مهمش؟ مرفأ جوني هو مرفأ سياحي معروف، مرصود له 60 مليار 40 مليون دولار. القطاع الخاص يؤكد أن عملية النقل عبر سكك الحديد باتت ملحة، وربط المرافق ببعضها يغني لبنان. اليوم الجهود اللي عملتها وزارة النقل كتير مشكورة، ولكن بعد في دور على الصعيد الداخلي لازم يتطور، بسمى انتر مودل ترانسبورت، درجة تانية ينعمل شبكة حديد تربط كل المرافق خاصة بالحدود السورية، وهالشي بيساعد سور الكونتينر ينقل بشكل أسرع. نرجع منقول للداخل العمق العراق أو الخليج العربي. اليوم وزير النقل قال أنه ما في منافسة، في تكامل بين المرافق، أنت شو بتقول؟ أكيد في تكامل رح يصير بين المرفقين، ولكن في رح يصير منافسة بين الشركتين اللي بدو يشغلوا مستوعب الحاويات، البي سي تي سي والغولف تينر. رح يكون في منافسة من ناحية موقع الجغرافي لطرابلس اللي هي أقرب لدول المجاورة. يبقى تطوير البنى التحتية للنقل البري ووصل مرفأي طرابلس وبيروت وكل المرافق اللبنانية بشبكة سكة حديد العائق الأهم أمام استعادة لبنان الدور الأساسي اللوجستي بربط الحدود البحرية بالدول المجاورة. من مرفأ طرابلس، منى سكر، MTV. بعد إعلان إسرائيل تقرير الأمم المتحدة يعيق السلام. أهلا بكم من جديد، إليكم تذكير بالعناوين. موسكو تبدي قلقها الشديد حيال الغارة الإسرائيلية على سوريا، وحزب الله يرى أن الاعتداء يكشف خلفيات ما يجري في سوريا منذ سنتين. صحيفة الوطن السعودية تنقل عن المعارضة السورية أن حزب الله نقل كميات أسلحة كيماوية من سوريا إلى لبنان بإشراف ضباط سوريين. غارات عنيفة على ريف دمشق، والإبراهيمي يؤكد أن لا حل للأزمة السورية إلا من داخل مجلس الأمن. جعجع، البحث في قانون جديد للانتخاب داخل مراحله الأخيرة، وستمر 10 انتخابات والرابع عشر من آذار كاملة. كوريا الجنوبية تحذر جارتها الشمالية من عواقب خطرة في حال قيامها بتجربة نووية. والآن إلى عماد وآخر أخبار الرياضة. هاي عماد. هاي جيسيكا. ما هي آخر أخبار الرياضة؟ آخر الأخبار، في عنا فوتبول، صفحة كبيرة بالفوتبول، طبعا ماتش الكلاسيكو مبارح، وبالإضافة لعنا NBA. تفضل. إذن البداية راح تكون مع الفوتبول وتحديدا مع مسابقة كأس فرنسا، حيث تأهل فريق مارسي للدور 16 بعد فوزه على مضيفه فريق روان من الدرجة الثالثة بنتيجة 2-1. أما بذهاب الدور النصف نهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا، كان عم يستضيف ريال مدريد خصمه اللدود فريق برشلونة بالكلاسيكو الأول لهالسنة. على ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة مدريد، كانت البداية قوية للمرينج الملكي يلي أعرب عن نوايه بهالشباك الضيف الكتالوني، وكاد البرتغالي كريستيانو رونالدو إنه يفتتح التسجيل من ضربة حرة بالدقيقة الأولى، نفذ بقوة كبيرة فرد بصعوبة الحارس بنتو، لكن برشلونة رد بقوة بالدقيقة 21 من ضربة حرة أيضا نفذ تشابي ألونزو بدقة عالية، لكن العارضة أنقذت شباك الفريق الأبيض. ومن بعد كاد البرتغالي ريكاردو كارفايو يتسبب بكارثة لفريقه عندما أرجع الكرة لحارس مرميه،
لكن فابريغاس تابع ومر لتشابي يلي سدد، لكن المدافع الفرنسي رافائيل فاران يلي كان مميز بهالأمسية كان بالمكان المناسب وأنقذ فريقه. الريال رد بقوة وأضاع فرصة بالدقيقة 26 عبر مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما يلي سدد بقوة لكن خارج المرمى. وببداية الشوط الثاني وتحديدا بالدقيقة 50 وبعد خطأ من مدافعي ريال مدريد استغل ميسي الموقف ومرر لفابريغاس يلي انفرد بالحارس وافتتح التسجيل للفريق الكتالوني. الريال أضاع عدة فرص من بعدها وبالدقيقة 81 أتى الفرج بعد رفعة متقنة من الألماني محمود أوزيل تبع المدافع فاران برأسه مباشرة بشباك ليعطي التعادل 1-1. المباراة انتهت على هالنتيجة رغم عدة فرص من الطرفين، ورح يلتقي الفريقين إيابا على ملعب الكامب نو ب 27 شباط. بالفوتبول أيضا، وبعد ما كان أنهى المهاجم الإيطالي الدولي ماريو بالوتالي صفقة انتقاله من فريق مانشستر سيتي لفريق أي سي ميلان، كان عم بيقابل نائب رئيس النادي أدريانو غالياني بأحد أفخم المطاعم بميلانو، وخرج المئات من مشجعي الفريق للترحيب بالبطل الجديد وحملوا القميص رقم 45 يلي بيرتديه اللاعب البالغ 22 سنة من العمر يلي كان قبل لاعب سابق لفريق الإنتر قبل الانتقال لمانشستر سيتي. إشارة إلى أنه بالوتالي انتقل للميلان مقابل 31 مليون دولار أمريكي بعد ما كان انضم للفريق الإنجليزي سنة 2010. وإشارة أيضا بخبر كشفته إذاعة البي بي سي عن التحاق اللاعب الإنجليزي ديفيد بيكهام لصفوف نادي باريس سان جيرمان ضمن الانتقالات الشتوية يلي بتنتهي الليلة المساء. بالان بي اي سجل ليبرون جيمس 24 نقطة ساعدت فريقه ميامي هيت للفوز على فريق بروكلين نتس بفرق كبير بلغ 20 نقطة. على ملعب باركلي سنتر ببروكلين استضاف فريق بروكلين نتس فريق ميامي هيت، وبمنتصف الربع الأول تسلم جيرالد ويلز تمريرة من بروك لوبيز سجل منها سلام دانك قلصت تقدم فريق ميامي لست نقاط. الهيت حافظ على تقدمه بالربع الأول بعد ما خطف كريس أندرسون الطابة من ديرون ويليامز مدافع بروكلين وسجل سلة أعطت التقدم لميامي بفارق 11 نقطة. بروكلين رد بقوة وقدر يحقق التعادل بالمباراة بعد عدة سلات للاعب ويليامز يلي برع بالأمسية. وبالشوط الثاني عاد فريق ميامي هيت ليهيمن على مجريات المباراة ونجح ليبرون جيمس بالربع الثالث بكسر حاجز التعادل بتسجيله ثلاثية ليتقدم فريقه ب 58 نقطة مقابل 55، وزاد من بعد فريق ميامي هيت تقدمه بعد سلة لأودينيس هاسلم قبل 5 دقائق من نهاية الربع الثالث. وبالربع الرابع وصل فريق ميامي هيت هيمنته على اللقاء وفاز ب 105 نقاط مقابل 85 بقيادة ليبرون جيمس يلي سجل 24 نقطة وكان له الفضل الكبير بفوز فريقه. مشاهدينا هيدا كان كل شيء بالسبور لهلا. ماجد وجيسيكا برجع لكم. شكرا عماد. ارتفعت حصيلة أعمال العنف في مصر بين قوات الأمن والمتظاهرين إلى 56 قتيلا مع ارتفاع حدة المواجهات السياسية. التفاصيل في اتصال مع زميل هشام مهران من القاهرة. هشام تفضل. يعني نعم، نبدأ بالأوضاع السياسية. في الأزهر اتفقت القوى السياسية المصرية على وثيقة لنبذ العنف ودعم الحوار بعد اجتماع في مشيخة الأزهر ضم قيادات من جبهة الإنقاذ المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي وممثلين للكنائس المصرية. الوثيقة تتضمن عدة بنود أهمها قدسية الدماء وتحريم الاعتداء عليها وعدم جواز انفراد فصيل واحد بالسلطة في مصر واعتماد الحوار كوسيلة لحل الخلافات. هذه المبادرة التي صاغتها بالمناسبة مجموعة من شباب الثورة تأتي بعد يوم واحد من اتفاق يعد الأول من نوعه بين جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة وحزب النور السلفي الذي يعد حليف لجماعة الإخوان المسلمين. هذا الاتفاق تضمن نقاط مهمة كان أبرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية وتشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور المختلف عليها وتعيين نائب جديد، وأيضا نفس النقطة التي كانت في وثيقة الأزهر وهي الاتفاق على أن فصيلا واحدا لا يستطيع أن يقود البلاد بمفرده. ميدانيا هناك حالة من الهدوء الحذر في منطقة ميدان سيمون بوليف محيط السفارتين البريطانية والأمريكية وعلى مداخل ميدان التحرير بعد موجة اشتباكات بالأمس بين المتظاهرين وقوات الأمن. ربما تسبب الطقس السيء في القاهرة وسقوط الأمطار في حالة هدوء تام في ميدان التحرير الذي تم فتحه بشكل جزئي. أيضا كما ذكرت في الخبر فإن عدد ضحايا الأزمة الأمنية الحالية في مصر سواء في القاهرة أو في المحافظات يقترب من 60 قتيل
إلى جانب حوالي 2000 مصاب. رئيس الوزراء المصري قام بزيارة لافتة إلى معسكر الأمن المركزي أمس الأربعاء في محاولة لاحتواء تذمر ضباط الأمن المركزي من ضعف تسليحهم فقط بقنابل الغاز المسيل للدموع وسحب التسليح الشخصي منهم، ما أدى إلى ارتفاع عدد المصاب. نعم. الشرطة إلى حوالي 340 منذ بداية الأحداث. نعم. ومقتل شرطيين في أحداث سجن بورسعيد. إلى ذلك فإن الرئيس المصري عاد من زيارة إلى ألمانيا، تقول الصحف الألمانية أنه فشل فيها في إقناع المستشارة الألمانية بتخفيض ديون مصر لدى ألمانيا، وأنه حصل فقط خلال هذه الزيارة على نصائح لإدارة بلاده. الزميل هشام مهران، شكرا لك على هذه الرسالة. انتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يدعو الدولة العبرية لإخلاء كافة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووصفته بأنه منحاز ويعيق جهود السلام. وجاء في التقرير أن وجود تلك المستوطنات يؤدي إلى انتهاك عدد كبير من حقوق الفلسطينيين بطرق مختلفة. حط رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بصورة مفاجئة في ليبيا عقب زيارة عمل وصداقة قادته إلى العاصمة الجزائرية، وهي الأولى لرئيس وزراء بريطاني منذ استقلال الجزائر عام 1962. وأجرى كاميرون مباحثات مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقرر إقامة شراكة استراتيجية من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية الجديدة وفق مصادر حكومة جزائرية. وتأتي الزيارة بعد أسبوعين على اعتداء عين من أميناس الذي أسفر عن مقتل 37 رهينة أجنبية بينهم بريطانيون. قتل شخص وجرح أربعة خلال إطلاق نار في مبنى مخصص للمكاتب في أريزونا جنوب غرب الولايات المتحدة، ولاذ مطلق النار بالفرار. الشرطة التي قالت إن مطلق النار المفترض يبلغ من العمر 70 عاما طوقت منزلا مجاورا لمكان الحادث لعدة ساعات، ولكنها لم تعثر على أحد في داخله. بعد الإعلان هددت بالقتل لأنها غنت. والآن إلى الأحوال الجوية مع زميلة ميشيل حداد. الاعتماد اللبناني مصرفك لكل الفصول. مرحبا. ألكساندرا هو اسم المنخفض الجوي اللي أثر على لبنان وخلى طقسنا ممطر وبارد. تأثير ألكساندرا مكفى معنا اليوم، ونهارنا غائم وممطر مع وصف رعدية وتلج بينزل على ارتفاع ابتداء من 1000 متر وأقل بالمناطق الداخلية. اتجاه الرياح جنوبي غربي، الحرارة على الساحل عم بتسجل أقصاها 15 درجة، على المرتفعات بتتراوح بين درجة 1 و10 درجات، أما بالداخل فبتتراوح درجات الحرارة بين 7 و10 درجات. رطوبة عالية على الساحل، الهواء متوسط سرعة بيقوى ببعض الأوقات، البحر مائج والجو مثل ما ذكرنا غائم وممطر مع تلج على ارتفاع 1000 متر وما فوق وأقل بالداخل. جولة من الجو بتاخذنا فوق بعض المناطق والضياع اللبنانية لنشوف كيف طقسها، ومنبلش جولتنا من منطقة عند 12 درجات، 13 بطرابلس، كور 8 درجة بالأرز، حردين وفريا أكيد عم تتلج بهول المناطق، زغرين 8، 11 بوادي 6، 10 بمشموش القري وصور 13 درجة. بننتقل لعنا 6 درجات، نوصل عقاع ريم 7، والختيم بيكون بنحلة وبالقع مع 8 درجات. لمحة سريعة عن طقس اليوم وثلاث ايام اللي جايين. اليوم الخميس مثل ما قلنا رح تتساقط السروج على ارتفاع 1000 متر والحرارة بتسجل اقصاها 15 درجة. بيتابع الطقس على هذا الحال لنهار الجمعة، وعم نشوف انه بنبلش نلحظ انفراجات بالويك اند، عم نشوف سبت واحد الجو غائم جزئيا والحرارة بترتفع ل 19 درجة. انتبهوا على الطرقات وين ما كنتوا رايحين بسبب الأمطار والرؤية السيئة، وتفاصيل أكثر عن طقس بقية الأسبوع بنشرتنا الجاية.
تشتبه السلطات في جنوب إفريقيا بأن سرقة كابلات على سكك الحديد هي وراء حادث تصادم بين قطاري ركاب في البلاد أوقع أكثر من 200 جريح، بينهم العديد من الأطفال كانوا في طريقهم إلى المدرسة، واصطدم قطار متوجه إلى بريتوريا بقطار متوقف في المحطة، وبقي سائق القطار الثاني عالقا بين الركام لساعتين وحاله حرجة. يقولون أحبك مرة في السنة، يرسل دكاش والتفاصيل. مرة واحدة بالسنة بس بيصرخ بالعالي وبيقلا كتير بحبك. هذا هو التقليد المتبع عند عدد كبير من الرجال اليابانيين المحافظين يلي ما بحبوا يعبروا عن أحاسيسهم لزوجاتهم، خصوصا وأنه بهالبلاد التواضع والتكتم مفضلين أكثر من التكلم بصراحة والتعبير بوضوح، فبيتجمع بنفس الوقت عدد كبير من الأشخاص بمناطق مختلفة وبيتوجهوا إلى حديقة عامة وبيقرروا هنيك أنهم يعبروا لزوجاتهم بكل فخر عن كل شيء بخالجهم قدام كل الناس الموجودين. الاعترافات بتختلف بين المختصرة والسريعة لبيوت الشعر والحكي اللي ما بيخلص، وبما أنه رح يعملوها بس مرة بالسنة فبيعطوا كل شيء عندهم وبيتحمسوا أمام كل الناس يلي عم تسمعهم. النشاط عادة بينعكس بطريقة إيجابية على الكابلز، لكن في كابلز تانيين يبدو أنه كل المحاولات للأسف ما بتنجح معهم. هددت بالقتل لأنها غنت. التفاصيل والمزيد في صفحة متفرقات سريعة. بأول إطلالة لها بعد تسليم الملكة بياتريكس العرش لابنها، أعلنت الأميرة ماكسيما زوجة الأمير ويليام ألكساندر أنها فخورة جدا وسعيدة بمسؤوليتها الجديدة. هالأميرة أرجنتينية الأصل من عائلة متواضعة كتير، وزواجها من الأمير عمل خضة كبيرة، لكن سرعان ما قدرت تدخل ماكسيما على قلوب الهولنديين. بتايبي مقهى جديد تم افتتاحه لكل يلي بحبوا باربي، بما انه كل شيء بالمقهى مرتبط بهاللعبه، صور باربي ملأت الحيطان، الكراسي على شكل كخسي وتوتو، وحتى الاكل مزين على شكل باربي يلي كل الفتيات بمختلف انحاء العالم لعبوا فيها. جولة سريعة على أخبار المشاهير. بالرغم من الضرب يلي تعرضت له، أعلنت ريانا رسمياً إنها رجعت لحبيبة كريس براون، وأنه كل شيء بهم تكون مبسوطة وعفى الله عما مضى. أما لينزاي لوهان فالتزمت بقرار المحكمة وظهرت أمام القاضي من بعد ما أجبرت على الحضور. جلسات أخرى رح تصير للبحث بالتهم يلي عم بتواجهها لوهان. هالفتاة الأفغانية عم تواجه خطر الموت وتلقت تهديدات كتيرة، وجريمتها هي إنها ظهرت بمسابقة غناء على التلفزيون لأنها بتحلم تصير مغنية. هالخطوة أثارت غضب كبير بالشارع بكابول، لأنه يحرم على الفتاة إنها تغني أو تظهر على التلفزيون. النشرة انتهت مشاهدينا، تابعونا عبر MTV لبنانيوز على موقع تويتر وMTV لبنان على موقع فيسبوك وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. القسم الثاني حوار الجهاز زميل أنطوان سعد مع الوزير السابق ناجي بستاني. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.